اول فيتامين هنتكلم عنه النهارده وعن دوره في علاج مشاكل المفاصل هو فيتامين د. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، محتاج اللي انا احصل عليه ازاي؟ من الشمس، اقعد في الشمس. اولا ما يكونش بينك وبين الشمس جدار، يعني ما تقعدش مثلا في مكتب والمكتب ده فيه ازاز حضرتك وتقول ايه ده انا قاعد في الشمس اهو. ما حصلش، الدراسات بتقولك الكلام ده كلام فاضي. انت عشان تقعد في الشمس، عشان جسمك يكون فيتامين د في الشمس من الشمس، لازم تقعد في الشمس. وكل ما انت تقعد بهدوم خفيفه كل ما الفيتامين د يتكون اكتر، يعني كل ما تتزنق شمر، كل ما عضمك يوجعك شيل حته. الدراسات بتقول لك ايه؟ كل ما جسمك بجد بجد يشوف الشمس اكتر، كل ما انتاج فيتامين د يزيد اكتر. ربنا يخلي لنا الريس يا رب، عمل لنا مشته في العين السخنه عشان خاطر في الشمس. اما بكون في الشتاء ضعيفه اروح العين السخنه اخد الشمس وارجع. بجد والله العظيم مصر دي من اجمل الدول على وجه الارض في القصه دي، وما يعرفش قيمتها الا واحد عاش في اوروبا وفي البلاد البارده اللي هم بيتنشقوا على شويه شمس في الشتاء عشان ما يجيلهمش اكتئاب لان نقص فيتامين د. يلا اكتب معايا بقى رقم 2، غير صحه العظم بيعمل مشاكل نفسيه الا وهي الايه؟ الاكتئاب. طيب انا محتاج ان انا اتعرض الحد الادنى للشمس 20 دقيقه، ولا انا اكون مشمر الحد الادنى، ان انا اكون مشمر دراعي، وكل ما انا عظم بيوجعني بجد لازم ان انا يعني اطلع حته من جسمي بزياده، تمام كده، واقعد في الشمس على طول، مفيش بيني وبين الشمس حجاب. كمان فيتامين د موجود في بعض الاغذيه زي البيض وزي زيت كبد الحوت، عليك وعلى الكلام ده. وبالمناسبه يا جماعه، زيت كبد الحوت اوعى تفتكر ان الحوت ده اللي هو الحوت الكبير ده الفظيع ده، ده زيت جبت كبد الحوت، لان كلمه حوت دي اللي هو سمكه، ده سمكه كده اسمها سمكه القض، بيطلع منها كبده صغنطوطه كده بتتعصر وبتطلع منها زيت، هو ده زيت جبت السمكه. الحوت ده يعني سمكه، بس اخواتنا الاردنيين بيقولوا على الحوت سمك او السمك حوت. وانت عندك في القران سيدنا موسى فناسي ايه الحوتهم اللي هي السمكه بتاعتهم يعني. فما تفتكرش زيت كبد الحوت ده اللي هو الحوت الكبير، لا لا، ده هو حضرتك ده سمكه صغيره كده، تمام كده. طيب احنا قلنا اللي احنا اوعى اللي احنا نجيب اللبن خالي الدسم، نجيب الاصح لينا جدا طبعا هو اللبن كامل الدسم. اوعى تشرب عيالك الصغيرين اللبن يكون منزوع الدسم، حرام عليك، ما تضيعش العيال. طب تعالى ما نشوف الدراسات بتقول فيتامين د بيعالج امراض ايه كمان. يلا ورقه وقلم مكتب معايا، والله العظيم الكلام ده مهم جدا. رقم واحد او رقم ثلاثة، احنا قلنا العظم الاكتئاب، يبقى ده هيبقى رقم ثلاثة، بس هو رقم واحد في الدراسات. 2 اكتوبر 2019 في الصين، فيتامين د علاج ممتاز لالتهاب الجيوب الانفية. انا لو عندي حساسية في الجيوب الانفية وعندي التهاب مزمن في الجيوب الانفية، عليا وعلى فيتامين د اخده بانتظام. ده رقم